قبل أن أودعكم أحمل بين يدي كلمات علها تكون خاتمة خير، فأولها للغرباء: عليكم بالصبر، عليكم بالصبر والحلم، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، السكينة السكينة، والعبادة العبادة، وأقبلوا على الله بقلوبكم وسلوه الثبات حتى تلقوه. دائما قولوا: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. والكلمة الثانية للآباء: اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، احذروا من فتح منافذ الشر والرذيلة لهم، أحسنوا تربيتهم، فأنتم في زمن كثر فيه الفساد وقل فيه الخير. كونوا عونا لأبنائكم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كونوا لأبنائكم كما تريدون أن يكونوا لكم. وأعظم بوصية هي خير لنا ولكم: الدعاء. الدعاء، عليكم أيها الآباء والأمهات بالدعاء لأبنائكم لا على أبنائكم. إذا رأيتم أبناءكم قد انحرفوا عن المنهج والطريق الصحيح السوي فأكثروا من الدعاء. ألحوا على رب الأرض والسماء بأن يصلح لكم في ذرياتكم. أكثروا من الدعاء. دعوة الوالد مستجابة، فألذوا بيا ذا الجلال والإكرام في إصلاح النيات والذريات. ثم أطيبوا المطعم والشراب. أصلحوا النيات، أصلحوا أنفسكم، تحروا أكل الحلال ولا تأكلوا الحرام، فإن الحرام والظلم قد يكون سببا في فساد أنفسكم وأبنائكم وأنتم لا تشعرون. في ختام هذا المجلس، والله أسأل وهو القريب المجيب أن يتولانا برحمته وغفرانه، وأن يصلح الأحوال والأقوال، ونسأله كذلك التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يصلح ما فسد من القلوب والجوارح، وأن يهب لنا من الخير أحسنه، ومن العمر أفضله، ومن العلم أنفعه. نسأله أن يديم علي وعليكم ستره، وأن يجعل تحت ستره ما يحب. كما أسأله سبحانه أن يصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية، وأن يوفق العلماء والدعاة لكل خير، وأن ينشر بهم الخير والسنة، وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى. وجزاكم الله خيرا على